بنعرف انه دائما لما بيكون في عقد بين الاثنين بنقول العقد او هو شريعة المتعاقدين، ولكن في مصطلح موجود بحياتنا اليومية وهو مصطلح القوة القاهرة. ماذا يعني القوة القاهرة وكيف يكون وما شروط تنفيذه وإيمت بيكون موجود أكثر؟ اليوم رح نتعرف عليه. صحيح سلمى، ولكن تنفيذ العقود اليوم مشاهدينا أكيد ما بيضل على حاله، بيتغير مع تغيير الظروف يلي بتصير وتقلبات الظروف المصاحبة لتنفيذ العقد، فأكيد الأمور ما بتضل على حاله طول فترة مدة التنفيذ، ومن هون نشأ مفهوم القوة القاهرة. فشو هي عاد القوة القاهرة اليوم وكيف ممكن انه تجعل تنفيذ العقد مستحيل، جعل تنفيذ العقد مستحيل؟ كثير تفاصيل اليوم راح تخبرنا عنها الاستاذة المحامية صارت معنا بالاستديو رنا ديوي. صباحك. صباح الخير لكم وصباح الخير لكل المشاهدين. اهلا وسهلا فيك استاذة رنا. صباح الخير. خلينا نبلش من مفهوم القوة القاهرة، شو المقصود فيه وشو يعني انه في ظروف معينة؟ يعني الناس مثلا عاملة عقد، كيف يعني في ظروف ممكن تأثر وتخليه يتغير أو أنه يصير صعب التنفيذ؟ شو المقصود بهالشيء؟ نعم، هلأ بالقانون المدني القاعدة تقول أو المادة القانونية تقول أن العقد هو شريعة المتعاقدين، وكل عقد بين طرفين أو بين عدة أطراف هو عقد ملزم لهذه الأطراف وله قوة ملزمة، يتوجب على أطراف العقد الالتزام بما جاء في مضمون العقد. ولحتى نحترم نحن القوة الملزمة للعقد المفروض الأطراف تكون على دراية بمضمون العقد وحدود العقد، وأن يكون هناك مؤيد بحال امتنع المدين عن تنفيذ العقد يكون هناك مؤيد يوجب عليه ويفرض عليه القيام وأداء التزاماته. نحن كثير نسمع كلمة الشرط الجزائي مثلا، أنه بحال ما نفذت أنت العقد المبرم اللي هو مذكور مضمونه في شرط جزائي، ففي شرط جزائي في, في, في أمر مطلوب منه، في مبلغ مادي مطلوب منه. ليه؟ لأن العقد يتمتع بهذه القوة الملزمة. احترام العقود يؤدي إلى استقرار التعاملات أو المعاملات والتعاملات المادية والاقتصادية في المجتمع. إذا هذا المبدأ الأساسي اللي هو احترام تنفيذ العقود، القوة الملزمة للعقود، العقد شريعة المتعاقدين. ولكن مثل ما تفضلت وذكرت أنه بالفعل أحيانا بيصير في عنا ظروف معينة، هذه الظروف لا إرادة للمدين فيها، وهي الشرط الأساسي اللي هو موضوع حلقتنا اليوم. لما بدنا نحكي عن قوة قاهرة أو بدنا نحكي عن ظروف طارئة، وهن مصطلحين ما بيشبهوا بعض، بيشبهوا بعضهم شوي ولكن هن مو نفس بعض. كلمة قوة قاهرة وظروف طارئة هلا بنميز بيناتهم، ولكن بالفعل أحيانا بيصير في عنا ظروف لا يستطيع الشخص أن يمنعها، لا يتوقع حدوثها وخارجة عن إرادته، ما إله إيد فيها. هاي الظروف ممكن تؤدي إلى استحالة تنفيذ العقد بشكل نهائي، وممكن تؤدي إلى صعوبة في تنفيذ العقد. هو ينفذ ولكن يرهق المدين، بيصير أكثر صعوبة فيما لو ما حدث هذا الظرف. هون وقتها نجي لنحن لشيء اسمه قوة قاهرة أو ظروف طارئة. إذا شو هي القوة القاهرة؟ هلأ أنا خليني أحكي بالبداية عن القوة القاهرة كل شيء بخصها، وبحكي عن الظروف الطارئة وبعدين بميز البياناتهم شو التشابه وشو الاختلاف. القوة القاهرة إذا هي عبارة عن حدث معين لا إرادة للمدين فيه، غير متوقع، ولا يستطيع المدين في حال حدوث هذا الحدث أن يمنع حدوثه، لا يستطيع ولا يتوقع. الإنسان الفطن الذكي لا يمكن أن يتوقع حدوث مثل هذا الأمر، وقتها بنكون أمام قوة قاهرة. القوة القاهرة شو بتعمل؟ بتخلي تنفيذ العقد مستحيل، وبالتالي لأنه مستحيل ولأنه المدين ما له علاقة، يعني بالقانون بنقول الصلة السببية بين الخطأ والضرر مقطوعة، لأنه مو خطأ المدين اللي أدى لحدوث استحالة في تنفيذ العقد، وإنما هو ظرف خارج عن إرادته، وبالتالي يعفى المدين من المسؤولية العقدية ومن المسؤولية التقصيرية. طيب اليوم ما تعرفنا على مصطلح ممكن يكون شائع كثير بحياتنا وله أثر وقوة، ولكن هلأ تعرفنا عليه قانونا هو القوة القاهرة. نعم. في إلى أنواع بالقانون؟ نعم، لحتى رح أحكي أنواع وأعطي أمثلة عملية لحتى تكون أقرب لأذهان الناس. القوة القاهرة أحد أنواعها هي القوة القاهرة بسبب الطبيعة. كيف يعني؟ يعني حدوث فيضان، حدوث زلزال غير متوقع الحدوث مثل ما صار معنا، حدوث يعني تلف للزرع بسبب عوامل جوية أبدا مو متوقعة وأبدا ما صارت قبل. النقطة المهمة اللي بدي أحكي فيها إنه الطبيعة قد تؤدي إلى حدوث قوة قاهرة تمنع الالتزام من التنفيذ. شخص عم يورد بضاعة لنفترض بالبحر، صار فيضان بحياته مو صاير ولا أصلا متوقع أنه يصير، ولو حتى لو صار ما بيقدر أي حدا بالدنيا يمنع حدوثه أو تلفت هاي البضاعة،
فهذا الشخص ما عاد فينا نحن نكون يعني نلزمه بمسؤوليه لتنفيذ العقد في استحاله، ولا بنقدر نلزمه بمسؤوليه تقصيريه اللي هي دفع التعويض، ما بنقدر لانه فعلا السبب خارج عن ارادته. ولكن اذا كان السبب الطبيعي اللي هو بفعل الطبيعه يستطيع الشخص ان يتوقعه، فنحن ما بنكون قدام قوه قاهره وما بنقدر نحن نعتمد عليها. يعني بلد يقع على خط زلزال، كل فتره معينه بصير في زلزال، مو مثل اللي صار عندنا بس في اماكن ثانيه مثلا، فمن المتوقع انه يصير زلزال، فانا ما بقدر اذا صار ادى لعد استحاله تنفيذ العقد انه هذا قوه قاهره. بشكل دوري احد الاراضي بصير فيها فيضان، بشكل دوري بهي المنطقه بصير فيضان، وانت لما ابرمت العقد مثلا لتوريد مزروعات معينه لاي شيء بخص الاراضي الزراعيه او ما الى هنالك، انت بتعرف انه بهي المنطقه بشكل دوري بهالوقت من السنه بصير فيضان، هل بقدر انا اعتمد على انه هي قوه طبيعيه وقوه خارقه ادت الى استحاله تنفيذ العقد؟ لا. اذا ممكن يكون تنفيذ القوه القاهره بفعل الطبيعه لما بتكون امر غير متوقع الحدوث وما بيستطيع الشخص انه يمنعه ما له اراده فيه، ممكن يكون بسبب فعل بشري كمان صار عندنا نحن بالبلد لما دخلت العصابات الارهابيه المسلحه على بعض الاماكن ادت الى حدوث السرقات والنهب والعنف واستخدام العنف، وهو كان بهذاك الوقت امر غير متوقع اصلا انه يصير، فممكن كان بهذاك الوقت تنسلب البضاعه تنسرق ما كان حدا بيعرف. في نقطه مهمه كثير بدي احكي فيها، البلد كانت مستقرة وما فيها أي مشاكل، ما فيها عصابات إرهابية مسلحة بالبدايات، فأنا كان في إبرام لعقد معين بين دائن ومدين على بضاعة، على توريد بضاعة معينة. من الطبيعي إنه نحن المدين ما يتوقع يحدث هيك بلبلة أو هيك اضطراب معين أو قوة قاهرة يعني، فأبرم العقد وصار فيما بعد إنه صار في عصابات دخلت ونهبت وصار في حالة فوضى وصار في حالة، ففعلا في قوة قاهرة بيقدر هو يقول انه انا فعلا في قوة قاهرة منعت، صار العقد مستحيل التنفيذ وبالتالي هو معفى من المسؤولية. ولكن الحرب اللي مرقت على البلد صارت كذا سنة، اثناء الحرب ونحن صرنا بنعرف انه مثلا بهي المنطقة هي منطقة غير آمنة معرضة دائما لدخول العصابات الإرهابية المسلحة مثل ما كثير في مدن بسوريا ومناطق يعني خلينا نقول، فاثناء وجود نحن بأثناء هذه المشاكل تم إبرام عقد، فالشخص المدين المفروض يكون صار عنده توقع أنه هاي المنطقة غير آمنة وأنا أبرمت العقد على توريد بضاعة بهذا المكان بهذا الوقت بهذا الظروف، فما عاد بقدر خليه يعتبر أو يعتد أو خلينا نقول يتذرع بوجود قوة قاهرة منعته من تنفيذ العقد. يعني أنا مو بس بقول أنه البلد كانت في حالة لنفترض اضطرابات معينة فأنا كل العقود هي تخضع للقوة القاهرة، لا، أنت إذا كان بإمكانك تتوقع حدوث قوة قاهرة تؤدي إلى استحالة تنفيذ عقدك فأنت هون لست أمام قوة قاهرة، أما إذا كان فعلا غير متوقع فأنت أمام قوة قاهرة. طيب نوع، بس خليني كمل سلمى بعد إذنك، سألتوني عن الأنواع، في نوع بفعل السلطة، رح تستغربوا الكلمة إنه كيف قوة قاهرة بفعل السلطة. لنفترض كان في تعامل مسموح مع بلد معين عادي، ففي عقود عم تصير بيننا وبين البلد بين أشخاص هون وأشخاص ببلد ما، لسبب ما، لسبب أمني، سبب بخص السلطة، قرار إداري معين منع التعامل مع هذا البلد بالذات لأسباب معينة بجوز لفترة مؤقتة، يعني ما بالضرورة يكون في حالة نزاع مع هذا البلد، أسباب بتخص الظروف اللي عندنا نحن، منع التعامل مع سلعة معينة، صدر قرار إداري باستملاك منطقة معينة أنا كنت بارم فيها عقد، يعني في عقد مبرم لشراء شيء معين منع الدولة لسبب بخصه، فأنا صرت أمام قوة قاهرة لأنه أنا كان مبرم عقدي والدولة طلعت قرار، إذا أنا بدي خالف هذا القرار بيكون أمام مسؤولية قانونية لأنه خالفت أمر إداري أو خالفت قانون أو خالفت قرار صدر عن السلطة. لذلك أنا هون وقت بيصير العقد مستحيل التنفيذ فأنا فعلا نتيجة قوة قاهرة خلت هالعقد مستحيل التنفيذ. طيب هلا فينا نقول انه هذا الظرف طارئ اللي حكيتي عنه، تمام. يعني في كثير امور هي بتكون ظروف طارئه وليست قوه قاهره، تمام. يعني ممكن تصير فجاه وتروح. هلا الظرف الطارئ سلمى بيفرق، هو بيشبه كثير القوه القاهره، الظروف الطارئه، الظروف الطارئه مثل القوه القاهره انه حدث ما إلي علاقه فيه، المدين ما دخلوا فيه، لا ما اراده المدين لم تتجه الى عمل هذا الحدث، وهو حدث مستحيل التوقع ولا يستطيع احد ان يمنعه، هدول بيتشابهوا فيه الظروف الطارئه مع القوه القاهره. شو الفرق بيناتهم؟ القوه القاهره احيانا بتكون عامه يعني بكل البلد بكل الناس، واحيانا بتكون خاصه انه هذا العقد بالذات لسبب معين، مثلا انا عم ورد لنفترض بضاعه صار في شيء معين على الطريق هاي البضاعه خربت، فتنفيذ عقدي بالذات مو سبب عام على الكل،
تنفيذ عقدي بالذات هو اللي صار مستحيل، فأنا أمام قوة قاهرة. أما الظرف الطارئ دائما هو ظرف عام على الكل، صار في بالبلد كله حالة اضطرابات، حالة تشويش معين، ارتفعت الأسعار بالبلد كله، هذا ظرف طارئ. مثلا تعطل النت وتوقفت التحويلات المالية بيوم معين مثلا، هذا ظرف طارئ ما فيني أقول قوة قاهرة. الظرف الطارئ ما بيخلي تنفيذ العقد مستحيل، لما تنفيذ العقد مستحيل يعني قوة قاهرة. الظرف الطارئ بقدر نفذ العقد ولكن بصير مرهق، يعني المدين مرهق. لا أعطيكي مثال، لنفترض صار في تعاقد توريد، لنفترض المازوت أو مثلا بنزين أو محروقات معينة، كان فرضا يعني على سبيل المثال سعره 30 ليرة فرضا، نتيجة ظرف طارئ على البلد كله صار التوريده صار ب 100 ليره بدل 30. كنا نحن متعاقدين على اساس انه اللتر ب 30 صار ب 100. طب هون العقد ما هو مستحيل، ولكن اذا بدي نفذه فانا بدي ماديا ارهق كثير، يعني المدين اللي مطلوب منه يدفع صار في ارهاق مادي. هذا ظرف طارئ ولا قوه قاهره؟ هذا ظرف طارئ، لانه لم يجعل العقد، اولا لانه هو عام، ثانيا لم يجعل العقد مستحيل ولكن جعله مرهق صعب، يعني كلف المدين اعباء ماديه ما كان لازم يكلفوا اياها. شو بيعمل هون؟ شو بيصير هون؟ نحن بنسعى لشيء اسمه توازن عقدي. يعني انا ما فيني امنع مثل القوه القاهره، القاضي بيصدر قرار باستحاله التنفيذ فبيتوقف تنفيذ العقد، وهون بالقوه القاهره في سلطه تقديريه للقاضي. اما بالظرف الطارئ ما في سلطه تقديريه للقاضي، لانه العقد استطيع تنفيذه ولكن بارهاق مادي. فبنسعى الى الموازنه العقديه او الموازنه الاقتصاديه للعقد، خليني اسميها. يعني كيف؟ يعني الزياده المتوقعه او العادي ممكن يتحملها المدين 10 ليرات زياده، يعني كان ب 30 صار ب 40، فالمدين بيتحمل ال 40 ليره. طب ال 60 ليره الباقيه لانه هو صار ب 100، هذا زياده فاحشه فجائيه، فالقاضي بيقسم هي الزياده بين الشاري والبائع، بحاول قد ما قدر ما يخلي الدائن يخسر، وبنفس الوقت المدين ما ينرهق ماديا. ليش؟ لانه هذا ظرف ما له علاقه فيه، ظرف عام ما قدر يمنعه هو، وبنفس الوقت نحن بنقدر ننفذ العقد ولازم يتنفذ حفاظا على القاعده اللي قلتها انه للعقد قوه ملزمه يجب ان يحترمها المتعاقدين وجميع الاطراف. ولما نحن بنقدر ننفذه ولكن بصعوبات ماديه فبنسعى للتوازن، انه نقسم هي الزياده او هذا الارهاق المادي على الدائن وعلى المدين مناصفه. طيب خلينا كمان نعرف المتعاقد اليوم بالضبط امتى ممكن ياخذ اعفاء من انه يلتزم بالشروط المحدده وممكن يستخدم القوه القاهره كحجه، فكيف فينا نوضح هذا السؤال؟ حلو، يعني لانه بصراحه اللي صار وخاصه بالسنوات الحرب اللي مرقت على سوريا صار كثير من العقول يتذرعوا انه والله يا اخي قوه قاهره ما قدرت تنفذ العقد. اعطي هيك امثله عمليه لحتى يعني نحن ما لازم، بالعكس احنا العقد شريعه المتعاقدين وللعقود قوه قانونيه ملزمه. فوقت انا بدي اجي اتحجج بالقوه القاهره هون انا ما عم بحترم هذا المبدا. لنفترض بنك مطلوب منه توريد اوراق تجاريه مثلا، او تصديرها بسموها تصدير الاوراق التجاريه بالبنوك مثلا. البنك كان لازم يصدر هاي الاوراق التجاريه بوقت معين بتاريخ 1/11 مثلا، صار 1/12 وما صدره هو. بعد 1/12 بالفعل صار في ظروف متعاقبه من حروب، من دخول عصابات ارهابيه مسلحه، من نهب، من سرقه، من عنف متتاليه. هي قوة قاهرة او ظرف طارئ، صارت نتائج القوة القاهرة ممتدة ويضل هو عم يتحجج فيها. صح تماما. اجى هو والله انا ما قدرت اورد هاي الاوراق التجاريه البنك لانه والله صار في قوه قاهره. انت امتى لازم تسلم هاي الاوراق توردها؟ والله بتاريخ 1/11. القوه القاهره او الظرف الطارئ بلش ب 1/12، اذا البنك مسؤول لانه ما انقطعت العلاقه السببيه بين الخطا اللي كان من طرف البنك وبين الضرر اللي صار. لو انه هذا البنك التزم بالتاريخ المحدد لتصدير الاوراق التجاريه أو إكمال المعاملات المطلوبة منه بتاريخها المحدد، لما تعرضت هذه المعاملات للقوة القاهرة اللي صارت بعدين. إذا أنا ما بيقدر هون البنك يتحجج بوجود قوة قاهرة أو ضرر مسؤول عنه نتيجة خطأه. لما بيكون القوة القاهرة صارت قبل ما تجي المدة المحددة لتسليم العقد أو لتنفيذ العقد أو لإجراء المعاملة المعينة، فهون وقتها بيعتبر قوة قاهرة. هاي أول شغلة. فإذا أنا ما فيني كل، لنفترض متعهد بناء مطلوب منه أن يشيد هذا البناء ومكتوب بالعقد أنه بتاريخ كذا مفروض هذا البناء يكون انتهى من قبل المتعهد، فإجا هذا الوقت والمتعهد ما سلم البناء، وبعد
ما خلصت المدة الموجودة بالعقد والمكتوبة صار في عنا فعلا ظرف طارئ أدى إلى استحالة تنفيذ العقد هلأ. طيب قبل ليش ما تنفذ؟ مين مسؤول عن هذا الخطأ؟ مسؤول المتعهد. أنا ما فيني أنا أعفيه من مسؤوليته لا أتحجج بوجود قوة قاهرة أو ظرف طارئ. صحيح. طيب أستاذ السؤال هلأ إذا ثبت أنه في قوة قاهرة نعم. تمام وتم إلغاء العقد اللي موجود بين البائع والشاري شو التبعات لما بعد ذلك؟ طبعا اللي كان مثلا عاطي بضاعة بده يحاول يحصل بضاعته أو أي شيء من مبلغ مالي وحاليا الطرف الثاني مثلا مو قادر لأي ظرف من الظروف أو الأسباب اللي أدت للقوى القاهرة شو بيصير ولذلك بعدين؟ ولذلك القانون وجد لحتى ما يجي الدائن ويقول للمدين أنا بدي بضاعتي مثلا. طيب شو الحل كمان؟ هو توقيف تنفيذ العقد وانتهى الموضوع. السبب انه فعلا القوه قاهره ما بيقدر حدا يرجع على حدا يعني ولا الخساره بيتحملها الطرفين يعني خلاص العقد كانه ما صار ولكن احيانا بيقدر القاضي هو اكيد رح يوقف تنفيذ العقد بس في حالات معينه يوقف تنفيذ العقد بشكل نهائي خلص انتهى ولا كانه في شيء صار الله يعوضه الله يعوض لانه فعلا قوه قاهره وفي احيانا بيوقف تنفيذ العقد لفتره معينه حسب الحاله حسب التدارك اللي صار لفتره معينه توقف تنفيذ ما حدا مطلوب منه شيء انتهى هذا الظرف قدرنا نرجع للبضاعه قدرنا ترجع البضاعه تتورد فبيرجع بيطالب القاضي بتنفيذ العقد كما هو متفق عليه هذا غير الظرف الطارئ اللي هو بالاساس بيرجع القاضي بيرجع العقد لتوازن معين انه بيتحملوا الاثنين الخساره وبيتنفذ بدقيقتها يعني بنفس الوقت المحدد هو القاهرة ممكن يتأجل لوقت يرجع يتنفذ ظرف ممكن يلغى نهائيا ما يرجع يتنفذ ممكن يلغى نهائيا ولكن مرجع بقول لك مو أي قوة نحن بتواجهنا بظرف معين بنقول هي قوة قاهرة صحيح لازم يكون مثلا دولاب سيارة انفجر على الطريق قام نتيجة هذا البضاعة خربت كان محمل البضاعة خربت هي قوة قاهرة لا. لا ليش لأنه أي حادث سير بما فيه الانفجار دولاب متوقع. السيارة متوقع صحيح انت كشخص عم تسوق ولا شخص لك سياره ولا ما بتعرف شو بيصير معك على الطريق الموت يعني بتتفاجئ الموت هل هو قوه قاهره ابدا هذا ظرف طارئ ولا ظرف طارئ ليش مين فينا ما بتوقع الموت باي لحظه صحيح هل الموت والله شغله مستحيله هذا الشيء اللي ما بصير معنا نحن كل يوم بنقول عنه مستحيل بيصير يعني بيروح للمرتبط بقى بالشخص اللي توفى هو بيصير عليه الالتزامات هلا بالقوه القاهره انت فيكي هل ما في قوه قاهره هون عادي للشخص اللي توفى في له ورثه في له ناس مسؤوله عنه بيتابعوا طبعا بيتابعوا الموضوع ولكن بس بصير تاخير بالوقت هلا هي يعني كمان بياخذ بعين الاعتبار شيء طبعا يعني اكيد هي أكيد. من انسانيات التعامل اكثر من انه العقد شريعه المتعاقدين يعني في شيء انساني اكبر بيتخطى هذا تمام أكيد يعني شكراً لك على كل النصائح اللي قدمتيها وخلص وقتنا معك للأسف شكراً لك أنت معنا الأستاذ المحامية رنا ديب أهلا وسهلا فيك شكراً لك أستاذة رنا ولكل المعلومات اللي قدمتي لنا إياها شكراً لك سلمى